أوعد السلام عليكم خوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف ما وعدناكم ديما بالجديد. اليوم جيناكم فيديو جديد اللي غتشوفوا معنا فيه الطريقه اللي غادي ننقلوا بها ان شاء الله الدنجال. كنا زرعناه زريعه في الحوض ودابا غادي ننقلوا، غادي نديروا ليه البدوات في الحوض ونعودوا نسقوه بطريقه الحوض. خليكم مع هاد الصور ونعاودوا نرجعوا. كيف ما تشوفوا معنا الخوت، دابا غادي ننقلوا هاد النقله نتاع الدنجال، ها هي شفتوها، ننقلوها نديروها في الحوض، نديروها في بدوات بحال هاد الشكل، بحال معطيشه هكا. اللهم بارك التيار والدة انا خوت. كيف تشوفوا معنا الطريقه اللي قدينا لهاد البدوات هادو، شفتوهم؟ دابا غادي نمشي نجيبو النقله باش نغرسو ان شاء الله ومن بعد نسقيوها. ها هي النقلة شتوها، كيف تشوفو معنا، تتهز ضروري بهاكا بترابها، الأخرى هي ضروري تهزها هكا بترابها باش الجدر مي تكرفش.
كما تشوفوا معنا خوت، احنا سالينا النقله هاي زرنا في هاد البدوات هادو، دابا ان شاء الله نلقاو ليها الماء نسقيوها ونديروا لها الغبار. كيف ما شفتوا معنا الاخوان طريقه نقل النقله من الحوض للبادو، نتمنوا يكون اعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تدعمونا سبسكرايب وتخدموا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله، وشكرا.